الو، اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هختصر الموضوع قوي. طب شاطره براحتك قولي. اتجوزت وانا سني 21 سنه. 21 سنه كنت خلصت تعليم؟ لا ما كنتش خلصت تعليم، وحصل حمل في الشهر الثاني بالظبط بسبب مشاكل ضربني ونزل. اتطلقت منه تقريبا بعد 6 شهور من الجواز، وقعدت 8 سنين من غير ما اتجوز، وحالتي النفسيه صعبه قوي. كل ما اتخطب لواحد يعني افسخ الخطوبه، ما اقدرش ان انا اكمل معاه، لحد ما حبيت واحد بس ده طلع متجوز، حبيته جدا واتفهمنا بعد 8 سنين انه احنا نتجوز وكده. فهو طلب ان هو يقابل بابايا ويتناقش معاه في انه الجواز يبقى في السر عن طريق محكمه مش عن طريق مأذون. انا لا لا استني، ايه اللي عن طريق محكمه؟ جواز عن طريق محكمه. مين يعني جواز عن طريق محكمة؟ يعني كان مختلف في ال لا هو علشان بس مراته. لحظة واحدة، الجواز في المحكمة أو في الشارع العقاري يعني معناها اختلاف دين أو اختلاف جنسية؟ مش فاهم يعني إيه الداعي للمحكمة؟ علشان الزوجة الأولانية ما تعرفش. طب ما المحكمة هيطلع فيها قسيمة برضو ولا إيه؟ انا يعني مش عارفه، هو طلع قرار من المحكمه انه اوكي الجواز معترف به على مستوى الجمهوريه وكل حاجه. المهم اللي اتجوزته يعني وابوك كان موجود. اه واتنين شهود والدنيا جميله وشهود والناس عرفت ان احنا اتجوزنا وبعدين هو اذا كان في بني ادم ما قبل ما تكملي القصه كده، وارجو انها ما تكونش قصه خايبه يعني وفشلت اخرى، انا بس بسال سؤال. يعني انت لما تكون عارفه ولا ده كان رايح؟ اكيد ده كان رايح. لما تبقى عارفه ان ده هو خايف لا دي تعرف، تحبي فيه ايه تاني؟ ازاي تقدري تقولي كده حبيته، حبينا بعضنا؟ واحد بدا لك عن يقين انه رايح يكتب كتابه في 15000 شارع ابن زغلوله لانه خايف من الفرفوره، لا تعرف مراته الاولانيه، تحبي فيه ايه؟ ولا تحب اللي يقول لك ده انا اديها بالجزم على دماغك عبد الفتاح الاسري؟ لا طبعا، حب الراجل المحترم اللي بيعمل حاجه صح، بيعملها في النور وواضح ويضمن حقك وحقها ويبقى ماله هدومه. ده اللي يتحب مع حاجات تانية كتيره جدا، ده على فرض ان في حاجه اسمها هب. كملي يا دناي. يعني كده انا عندي عليا حرمانيه او ان انا هتعاقب، لان انا حاسه ان انا بتعاقب من ربنا لاني حملت للمره الثانيه. ده مهم قوي الحكايه دي. المهم يعني بعد ما خدتيه في المحكمه خلفت منه؟ لا، ما انا بقول لحضرتك حملت للمره الثانيه. ايه حلمتي حملت. حملتي للمره الثانيه. وحصلت مشكله ان انا تعبت وعملت اشعه غلط، والبيبي الدكتور قرر ان هو ينزل. ف الدكتور قرر يبقى معاه، الدكتور قرر يبقى قرر، ودوكها ضربك ونزله لا شيء عليك في الاثنين. لا التاني لا، هو ما ضربنيش، بس انا عملت اشعه خطر على البيبي فقال لازم ينزل. انت اللي عملتها عن عمد يعني؟ لا ما كنتش اعرف. ان خلاص يا حبيبتي مفيش مشكله خالص، هتحملي نفسك جريمه ليه؟ بس انا حاسه ان انا بتعاقب لان انا مش مبسوطه. قولي ما انتش مبسوطه. استني بس لحظه والنبي عشان خاطر يا بنتي، انت مكالمتك مهمه جدا، المكالمه بتاعتك النهارده دي مهمه جدا. منين من أين جاء الشعور بأن الله حاشاه يريد معاقبتك؟ إيه اللي خلاك تحسي بأن ربنا غضبان عليك بينتقم منك زي أنت ما بتقولي؟ إيه يقت اللي خلاك تحسي بكده؟ ما أنتش مبسوطة في إيه؟ في حياتك. ألو يا بنتي. خليكي معايا الله يستر. ما انت معاك يا دكتور. انت مش مبسوطه في حياتك. لحظه، الله يرضى عليك يا بابا، عشان انا بحط النقط على الحروف كويس جدا. يعني انت مش مبسوطه في حياتك. فده اللي خلاك تحسي ان ربنا غضبان عليك وبينتقم منك، فدورت في نفسك ايه اللي انا عملته يخلي ربنا يعمل فيا كده. سقطت مرتين والشيطان شال ان الاولاني ضربك والتاني كان نتيجه غلط. يعني لا وزر عليك في الاولى ولا وزر عليك في الثانيه، الوزر على اللي ضربك وسقطك، والخطا ده ربنا بيتجاوز عنه. ايه اللي خلاكي تحس تتضايقي في حياتك او مش مبسوطه؟ ما هو برضه في بني ادم هسالك وهتقولي لا، بيعدل بينك وبين الاولانيه، بيعاملك احسن معامله، بيلبي لك كل طلباتك، مريح وحسن العشره، وانت هتبقي مش مبسوطه؟ افكر لك في الاجابه. انما لو كان اللي بيحصل ده ما تربطيش بينه وبين اللي حصل من سقط، لا تقولي اللي منكد عليا عيشتي مش ربنا غضبان عليا، لا
ان البي ده معوج معايا، اني مش مرتاحه معاه. لا هو بالعكس، هو انسان طيب جدا. اما قولي لي بقى يا بابا الله يفتح عليكي، وانا راضي وانا في منتهى السعاده يا ضنايا. قولي لي بقى حاجه تخليكي مش مبسوطه. انا حاسه ان انا كمان بضايقه، انا حاسه ان انا مش يعني انت بتضايقي. لحظه واحده، احكي لي موقف واحد يا حبيبتي، احكي لي موقف واحد انت ضايقتيه فيه من غير ولا سبب، وانا هقر لك بالعشره وابصم لك ان في عفاريت زرق داخله في الموضوع. لا اديني از اكزامبل يا بت، اديني مثال. قولي لي يعني اول امبارح او من اسبوعين الساعه 6:15 كان جايب لي الموز واللوز والفستق وريحته برفاء وداخل عليا بالحنجل والمنجل والشنجل، وبيقول لي يا حياه روحي بس هو الله عليه يا حبيبتي، وخد راسي حطها في صدره وانا جيت ماسكه الكوبايه وخبطها في دماغه. اديك ضحكتي اهو زي المذيعة. كل كلمه يعني بنشد فيها دلوقتي. بنشد ولا بتشدي؟ فرق اهو. لا احنا الاثنين بنشد. انتوا الاثنين طيب وبتشدوا. ما تديني مثال لكلمه كده. بنتعصب على بعض. اديني مثال لكلمه ما يكونش فيها اي احراج لاي مشاهد. اديني مثال لكلمه. انا بحب الامثله لان ربنا ذاته في علو سماه قال ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. مثال كده. لا ما عنديش حاجه مستحضره. طيب معناها مش طايقين بعض. لا من الاخر، ما انتوش مستحملين كلام بعض اساسا. انت حبلت تاني بعد كده؟ لا. يعني معاكي عيال؟ يمكن الموضوع ده لو موجود عيل كنا اتشغلنا فيه شويه. ما هو اصل من نعم ربنا على كتير جدا من الاحياء ان يبقى معاهم عيل يتلهوا فيه، يبقى معاهم ذره يفرطوه، يبقى معاهم غله ينقوها ويروحوا يطحنوها في الدوار دار عطا الله. الف مبروك يا رمضان يساوي لفرح ابنك ويتم عليك ربنا النعمه وتشوف احفادك منه. افتكرت انا رمضان هيجيب الذهب لابنه يوم الجمعه وفرحه، وده الراجل بتاعي اللي بيسقيلي الورد والنعناع وبيبلغني السلام العمد في بلدنا كتر الله خيره يعني. فكان عندهم العمده، كان عندهم مكان الطحين في بلدنا، واعتقد ما زالت برضه لابن عمده احمد بيه ماشي. فالطحين بقى رايحين نطحن، جايين من المكنه رايحين المكنه او عندهم اي حاجه، او ساعات يكون عندهم مرض خفيف كده، اي حاجه تشغلهم عن المواجهه. اصل المواجهه دي عمرها ما هتبقى رايقه الا اذا كانوا الاثنين مستقيمين على معنى. شوفوا الحديث اللي انتوا حافظينه، 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، رجلان ورجلان تحابا في الله. شوفوا الفايل، انا بحبك لانك بتحب ربنا، وانت بتحبني لان انا بحب ربنا. يعني ايه بحب ربنا؟ يعني بطلع اكل المساكين از اكزامبل بس، مانيش بخيل جلده، مثال صغنون يعني. والصلاة جيني ارتكاريا لو ما صليتهاش على اول وقتها مثلا، ومش بتاع لوك ومش تافه لان ربنا ما بيحبش التافهين. النبي سألوه مرة على احسن الخلق فقال عظيمها، وقال ان ربنا بيحبها، البخاري على اليمين في نص الصفحة، وقال ويكره ربنا من الخلق السفاسف السخيفة. راجل تلاقيه متناسون وبيرغي وبيقول كلام معفن وحاجات كتيرة جوه، واحدة فاضية للمهتكة والكلام الفاضي اللي يجيب لك صداع وتدور هو ايه اللي اتقال، ما تلاقيش حاجة اتقالت لها معنى. دي أخلاق سفهاء، نضحك ولا نقول إلا حقا، ونتكلم بس يبقى لنا موضوع. إنما مستحيل، أنا عن نفسي ما بقبلش من أقرب الناس إليا من ولدي حتى إن يبقى في حوار كده بتاع ها هاكي التلفزيون علي وطي، دي تموتني. بتقولوا إيه؟ فانتوا مش طايقين بعض. لو بتحبوا بعض كنا قلنا تصدقوا. يمكن شوفوا انت مش بتشوف واحد ساعات قاعد مع حد يقول له ايه انا مش فاضيلك، انا مش فايقلك دلوقتي، انا ورايا طياره ورايا قطر. ده ربنا بعته لحل اشكال شنيع. لو قعدوا مع بعض هيقتلوا بعض. في نعم احنا عنها غافلون، فيه نعم احنا عنها غافلون، منها الشغل. وطبعا برضو زي ما انتوا عارفين ما اقدرش ما اقولش الجمله دي، حتى واحنا رايحين الشغل بندبدب وعيد بخناقه جديده
مش بقى حتى يا الشغل. طب انا رايح الشغل، ها ارضى عني بقى عشان اعرف اشتغل ولا اعرف اشرح العيال لو كان مدرس، ولا اعرف اكشف على عيانين. لا راجع لك. وهي لو رايحه الشغل، انا رايحه الشغل بقول لك ايه، يمكن ارجع على ماما. وعيد، وعيد بالفراق، وعيد بالانذار، وعيد بالطلاق، وعيد بالضرب، وعيد بالحاجات دي. فانتوا مش طايقين بعض، دي صعبان عليا قوي. اول مكالمتك بتاعت حبيتوش ولا حاجه، لو حبتيه كنت دوب تدوب. انا طمنتك ان ربنا لو غضبان عليكي كان سحقك، وبقول الكلام ده لكل الناس، لان كل الناس بقت تستخيف بربنا، وكله النهارده انا عارف ان ربنا غضبان عليا، ربنا زعلان مني. وقلت لكم لا يصح ان تطلق كلمه زعلان على ربنا، لان ربنا ليس كمثله شيء. جوزي زعلان مني، ابويا هيطقي مني، اوكي، لكن ربنا لا. وربنا قال في القران في سوره الزخرف في اخر الصفحه على اليمين، فلما اسفونا يعني اغضبونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. ده غضب ربنا، احنا مش قد غضبه. فبلاش كل ما تحصل فسفوسه قد جدال. غضبان، عارفه ربنا بيتكلم مني؟ لا مفيش. الاولاني ضربك عليه كل العقوبه وسقطك، والتاني عملت حاجه غلط وربنا رفع عن الامه هذا الخطا. و